المحاور الشرقية لمدينة الرمادي لم تهدأ فيها المواجهات بعد فرار أغلب عناصر داعش من وسط المدينة. معظمهم توجهوا في رحلة الفرار إلى مناطق الصوفية والستشارية وحصيبة الشرقية، إذ تعمد فلول داعش حالياً إلى تنفيذ محاولات تسلل باتجاه مواقع القوات العراقية الدفاعية. احنا هسه حالياً منطقة حصيبة الشرقية جاء صير هجوم من قبل العدو، وقطعاتنا جاي تصد الهجوم مالتهم، وجاء تسمع صوت القناص والرمى علينا والقنص. اليوم عملياتنا مستمرة، والآن المنطقة اللي خلف ظهري تلاحظوها النيران المشتعلة هذه بالسوق، لأنه صار بي قتال قوي من قبل داعش، ولكن إرادة الحق انتصرت على شر داعش ومن تعاون معهم. الآن قطعتنا حققت أهداف هذا اليوم. وبحسب القادة الميدانيين، يحاول تنظيم داعش تعويض خسائره من خلال توجيه ثقله العسكري باتجاه محاولة إحداث ثغرة في خطوط الصد الدفاعية للقوات العراقية، ثغرة يأمل داعش في أن تمكنه من الدخول إلى الخالدية لتشكيل محور التقاء وإمداد مع أبرز معاقله بمدينة الفلوجة، مسعى لم ينجح التنظيم فيه حتى الآن. احنا هسه هنا كمعلم منطقة المضيج، هسه حاليا كمعلم خط الصد، احنا كمعلم خط الصد، وقدرنا نصد الدواعش والحمد لله وشكرا كسروا. ولحد قبل يومين كانت مواجهة كلش عنيفة قوية، وكتلنا من عدهم، واللي شرد من عدهم والحمد لله سيطرنا على الموقف. نقل المعارك من منطقة إلى أخرى أسلوب قتالي جديد يتبعه عناصر داعش لتشتيت جهد القوات الحكومية. بحسب المعطيات الواقعية، فإن معركة الرمادي ما زالت لم تنتهي بعد، خصوصا مع وجود عدة محاور قتال مباشرة بين عناصر تنظيم داعش والقوات الأمنية العراقية، خصوصا في المحاور الشرقية. حيدر الأسدي، سكاي نيوز عربية، الأنبار.